السلام عليكم بقى. السلام عليكم متابعين، يعطيكم العافية. اليوم معاكم محمد. جيت خصيصا من السعودية على لبنان لحتى شارك ببرنامج نجوم بلا حدود. أنا حلمي إن أنا يكون ليا برنامج تلفزيوني خاص بيا، وده اللي خلاني أسيب أمريكا وأسيب شغلي وأجي لبنان علشان أقدر أحقق الحلم. Hello guys, here is Imad El Samad. This is Imad El Samad, and today we're gonna do something totally different. كم حد بيعرف يخليك تضحك، بيدخل الضحكة جوه قلبك، ناس قليلة. على مدى أسابيع، المئات من بينكم شاركوا في أول مسابقة تلفزيونية خاصة بمواهب مواقع التواصل الاجتماعي نجوم بلا حدود. المنافسة شملت 10 فئات، ولم تكن سهلة أبداً، لأن المطلوب لم يكن أن تصوروا وتحملوا فيديو قصير عبر الفيسبوك أو تويتر أو إنستغرام فحسب، إنما أن تحصلوا على تفاعل كبير من أصدقائكم ومتابعيكم ومن كل الناس بعد الحملة المكثفة التي قام بها تلفزيون آن للترويج للمسابقة. من مختلف الدول العربية شاركتم، وكان من بينكم عرب مقيمون في دول عدة في العالم. وبعد التصفيات 10 مشتركين فقط تأهلوا للمرحلة النهائية من نجوم بلا حدود، التي ستجمعهم تحت سقف واحد في بيروت، حيث سيخوضون منافسة حامية تنتهي بفوز شخص واحد باللقب ليصبح نجماً تلفزيونياً. كل أسبوع سيكون على المشتركين تحضير فيديو جديد ضمن شروط محددة، والحكم سيكون لكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولجنة التحكيم التي تضم 3 من مشاهير العالم العربي. وقبل أن تنطلق المرحلة النهائية من برنامج نجوم بلا حدود، نعرفكم هذا الأسبوع على المشتركين 10 وعلى المستشارين 10 الذين سيواكبون كل من مكان إقامته مسيرة المشتركين في البرنامج، وسيزودونهم بنصائح مفيدة لإنجاز الفيديوهات المطلوبة منهم بأفضل شكل ممكن وبأحسن مضمون أيضاً. أنا فهد قصاص، عمري 26 سنة، لبناني، عايش بالسعودية، وأنا مشترك عن فئة الرياضة. وجيت خصيصاً من السعودية على لبنان لحتى شارك ببرنامج نجوم بلا حدود. درست تسويق بالجامعة، بس من تاني سنة لاحظت إنه أنا أكثر أم إنتو الفتنس. اشتغلت حالي أكثر ودرست وأخذت أكثر من شهادات بالمجال التغذية والرياضة. بلشت على الإنستغرام نزل معلومات عن الرياضة وعن التغذية، بلش يصير في انتراكشن عندي على الإنستغرام. من خلال السوشيال ميديا إجا عندي أول كلاينت، وهذا حاليا صار شغلي الأساسي. أنا هدفي أوصل لأكبر عدد من العالم، وإن شاء الله إذا وصلت للمرحلة الأخيرة أقدر أربح وصير عندي برنامجي الخاص على التلفزيون. محمد خميس، مستشار المشترك عن فئة الرياضة. محمد خميس شاب إماراتي يتابعه على شبكات التواصل الاجتماعي عشرات الآلاف من المهتمين باللياقة البدنية للاستفادة من الفيديوهات والتعليمات التي يقدمها، وقد ألهم كثيرين منهم على اتباع نمط أكثر صحة وتغيير حياتهم نحو الأفضل. السوشيال ميديا فعلاً عامل مهم جداً لنشر المعرفة وبالأخص في الرياضة، لأن صار أي شخص بمجرد هو في المكتب أو في البيت يقدر يشوف فيديوهات موجودة في السوشيال ميديا.
شغف محمد بالرياضة جعله يخضع لدورات تدريبية في مجال اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، واكتسب خبرة كبيرة من الناحيتين النظرية والعملية، ثم قرر أن يستفيد من السوشيال ميديا لمساعدة كل من يرغب في ممارسة هذا النوع من الرياضة، فبدأ ينشر بانتظام على إنستغرام فيديوهات يعلم فيها تمارين مختلفة، وكذلك نصائح وإرشادات في مجال التغذية السليمة والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى طرق تحضير بعض الوجبات الصحية. والسلام عليكم متابعيني، يعطيكم العافية. اليوم معاكم محمد. توجه ثلاث نصائح. الأولى أنك تنظم وقتك على أساس كل شيء يكون له وقته. ثاني نصيحة اللي هي الرياضة، أنك تخصص وقت للرياضة عشان تقدر تحافظ على جسمك وتكون حركي ونشيط. وثالث نصيحة اللي هي التغذية، أنك تكون محافظ على التغذية الصحية، مو كل شيء تاكله تعتبره صحي، فانتبه له ويعطيك العافية. وبعد التفاعل الكبير الذي لاقاه على إنستغرام، أنشأ محمد قناته الخاصة على يوتيوب، وبدأ يقدم فيديوهات أطول يشكل بعضها حصة تدريبية كاملة، ويدخل في إطار برامج متكاملة تهدف إلى مساعدة من يقوم بها على تحقيق لياقة عالية وشد الجسم وحرق الدهون وبناء العضلات ورفع قوة التحمل. وحرص محمد على أن يكون بعض هذه البرامج موجهاً للمبتدئين، فيما خصص برامج أخرى لمن يملك تجربة أوسع ولياقة أعلى. ويتميز محمد خميس فيما يقدمه بأنه يشرح الغاية المرجوة من كل برنامج وكل تمرين، ويظهر طريقة القيام بالتمارين بالشكل الصحيح، ويهتم أيضاً بالجانب النفسي، إذ غالباً ما يسعى إلى تحفيز متابعيه ومساعدتهم على التركيز على أهدافهم والالتزام بالتمرين وبنظام أكل صحي، كما يجيب على أسئلتهم ويستجيب لطلباتهم. وقد أدى ذلك إلى اتساع قاعدة هؤلاء المتابعين بشكل لافت في فترة قصيرة. يعطيكم العافية وعطر ريح. Hello guys, here is Imad El-Samad. This is Imad El-Samad and today we're going to do something totally different. اسمي عماد الصماد، مصري عايش في أمريكا ومشترك في فئة كوميديا. Let's go get started. ماشي. أول فيديو عملته كان انطلاقة ليا ووصل لـ40 مليون مشاهدة على الوطن العربي، فده شجعني أن أنا أعمل حلقات مستمرة تحت عنوان برنامج اسمه The Beast from the Middle East. سلام عليكم بقى. أنا بحب برضو المزيكا جداً، بحب الغناء، وعملت أغنية أنا وصديق ليا اسمها معيش أجيب هدية يا ماما في عيد الأم. معيش أجيب هدية يا ماما. أنا حلمي إن أنا يكون ليا برنامج تلفزيوني خاص بيا، وبرنامج نجوم بلا حدود هيكون فرصة حلوة بالنسبة لي إن أنا أوصل بيها لأكبر عدد ممكن من الناس في الوطن العربي، وده اللي خلاني أسيب أمريكا وأسيب شغلي وأجي لبنان علشان أقدر أحقق الحلم. تحية مصر. بس خلاص. محمد مكاوي مستشار مشترك عن فئة الكوميديا. خلال سنوات دراسته في الجامعة الأمريكية في القاهرة، تمكن محمد مكاوي من تحقيق شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات طريفة نشرها على إنستغرام وفيسبوك، ونالت استحسان مئات الآلاف الذين شاهدوها. يمكن الحاجة اللي خلت اللي يبقى عندي عدد الفولورز ده قبولي عند الناس، لأن إحنا الوطن العربي بيحب الكوميديا، بيحب الناس أو الأشخاص اللي على طبيعتها بتعرف توصل له ضحكة لقلبه من غير ما يستصنعها، من غير ما يبقى فيك، من غير ما يبقى يحاول يضحكني بالعافية. هذا النجاح الكبير على جبهة السوشيال ميديا خول محمد مكاوي أن ينتقل إلى عالم التلفزيون، فكان أحد أفراد فريق برنامج المقالب التلفزيوني المهيسون، الذي أثار ضجة كبيرة في الشارع المصري
بسبب اختلاف نوع الفكاهة التي قدمها عن السائد وجرأة أبطاله، وتحديداً مكاوي الذي لا يعرف حدوداً عندما يتعلق الأمر بإضحاك الناس. أنا فعلاً بشوف أنك تضحك الناس حاجة مش سهلة خالص، يعني كم من ممثل أو كم من ناس بيعرفوا يخلوا اللي قدامهم يعيط كتير كتير قوي، لكن كم من حد بيعرف يخليك تضحك، بيدخل الضحكة جوه قلبك، ناس قليلة، ناس قليلة فعلاً، هي حاجة صعبة قوي 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 قوي. محمد مكاوي انتقل بعد ذلك لتقديم برنامج ساعتين إلا نص المخصص حصراً لمتابعي أحد التطبيقات الإلكترونية، واستضاف من خلاله مشاهير آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أكثر من مجال. مشاريع مكاوي وطموحاته كثيرة، فالشاب المصري الذي يهوى الرياضة والمغامرات والسفر معروف أيضاً في عالم الإعلانات، وليس بعيداً عن مجال السينما التي اعتادت في السنوات الأخيرة على استقبال نجوم الكوميديا الشباب على شاشتها. بعد ما وصلت 200,000 متابع فكرت أن أنا أكون إيجابي. محمد مكاوي محب للنشاطات الإنسانية ويروج عبر صفحاته على السوشيال ميديا لقضايا تعنيه، ويرغب في لفت نظر متابعيه الكثر إليها. أنا بشارك كمستشار عن فئة الكوميديا في برنامج نجوم بلا حدود عشان أدعم مؤسسة بنك الطعام. ليه بنك الطعام؟ بنك الطعام من المؤسسات أو الجمعيات اللي بجد بتقدر توصل الفلوس أو الأكل أو أي حاجة للي محتاجها فعلاً في أماكن محدش بيعرف يوصلها. الكوميدي محمد مكاوي صنعت مواقع التواصل الاجتماعي شهرته، وسيساعد موهبة أخرى في مجال الكوميديا في الوصول إلى نجومية بلا حدود.